هو صحيح ما تغير شكله، وصراحة حتى السعر حقه مرتفع، ولا حسنوا الصرفية ولا حسنوا شيء فيه نهائيا، بس حطوا له ميزة، وميزة مهمة جدا صراحة، وبتخلي كثير من الناس يفكرون فيه، خاصة المقبلين على شراء زي هذه السيارة أو أحد المنافسين لها. خلونا نتعرف على الربع 2021 وشركة عبد اللطيف جميل، وبسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومتابعين الكرام. وتغطيتنا اليوم من معرض إمادة الدين للسيارات موقعهم الرياض، معرض القادسية، شارع وادي الرمة. التغطية عن تويوتا لاند كروزر السي 70 المصندق أو الربع أو الكبسولة زي ما تحب تسميه، موديل 2021 فئة ديلوكس، وارد شركة عبد اللطيف جميل، اللي جاب ميزة جدا مهمة وأول مرة تجي على الربع بعام 2021. سعر السيارة شامل الضريبة 154,100 ريال. طبعا تويوتا لاند كروزر السي 70 هي سيارة SUV، طبعا الربع سيارة SUV متعددة الاستخدامات، طبعا سيارة متخصصة الطرق الوعرة أكثر شيء. سيارة ممكن تستخدمها بين الكثبان الرملية أو بين الصخور والمرتفعات. طبعا زي ما قلنا هذه وارد شركة عبد اللطيف جميل، فئة الديلوكس، ما هي فئة الفل كامل. فئة الفل كامل تجي باسم سوبر ديلوكس، تجي بعض الإضافات عن الفئة هذه. طبعا الشكل ما تغير ولا شيء عن الموديل السابق، لكن الفروقات طبعا غير خطوط وهذه اكسسوارات بسيطة، لكن جاء فرق في نظام طبعا الدفع الرباعي بالنسبة للربع كأول مرة بتاريخه. المحرك V6 4000 CC، 6 سلندر بنزين 230 حصان، والجير طبعا عادي من 5 سرعات، ونظام الدفع فهو خلفي، دبل خفيف دبل ثقيل. والشيء المميز اللي هو نظام الدوفلوك، فأول مرة يجي نظام دوفلوك على تويوتا لاند كروزر ربع، متعودين على لاند كروزر العادي اللي هو LC 100 200، طبعا او الشاص LC 70 اللي هو نفس الاسم هذا لكن بيك اب. ليش احنا نقول LC؟ لانه هو اسم الطراز، هذا لاند كروزر، هذا لاند كروزر برادو لاند كروزر، فلازم تقول مثلا LC 70 اللي هو هذا الشكل، والشاص LC 200 اللي هو لاند كروزر جي اكس ار 2008 وفوق، والسي 100 اللي هو 2007 وتحت، فلها اسماء متعدده اللي هو شكل البودي. المواصفات الخارجيه، شبك الذكرى الثلاثينيه، تمثال تويوتا على غطاء المحرك، كشافات ضباب اضافيه من الوكيل، انارات LED هذه برضه اضافيه من الوكيل، عندنا جنوط حديد هلل مقاس طبعا 16 انش، بس خليني اعطيكم مقاس الكفر اللي هو 225 على 95، طبعا نوع الكفرات دلوب تيوبلس للمعلومية على عكس موديلات 2016 وتحت. خطوط جانبية الخاصة بوكالة شركة عبد اللطيف جميل وكيل تويوتا، اسم السيارة على الأبواب، والطاية جانبية. طبعا لاحظ ما في فيابر، ما في اكسسوارات بحكم الفئة هذه فئة الديلوكس. السوبر ديلوكس يجي مواصفات أعلى. من الخلف عندنا تلبيسة على غطاء الكفر الخلفي في صورة الشايب FJ40 اللي هو أول طراز الربع تقريبا، يعني صورة جدهم للسيارة هذه، برضه إضافية من الوكيل، حركة جميلة وحلوة، بس أنا أشوف أغلب أصحاب الربع يحبونه بدون سبير يعني، لكنه جميل يعني بالأول والأخير. طبعا هنا قاعدة اللوح، نشوف الأشياء اللي تجي معاه. هنا تانك البنزين، وهنا فرشة للخلف، والمراتب عرض وليست متقابلة. عندنا طفايات دخان بالجوانب، طبعا هذه حقات التهوية أعتقد، هذا حق المساحات الخلفية، ما هي حقات تهوية ولا شيء، حق المساحات الخلفية، الموية تعبيها من هنا. هنا وش فيه؟ هنا فيه العفريتة وأغراضها. يا شيخ والله مرة كلاسيك يعني، قطع حتى ما في
اللي تم اللسان حقها ما هو فيبر حديد، تحس من جدي يعني سيارة نفس الشايب اللي كان يصنعها هو نفسه ما تغير من أول من 30 سنة أكثر بعد. شوف الباب ما قد تسكر بسبب الفحلات. كل عزيز سكيرتي غلط. صراحة صفاق هذه البيبان تعملها بعنف شوي. طيب حلو، صدق لحين ما تسكرت خلاص كذا مضبوط. بدون جناح هذه الفئة، كشافات الضباب جاي هنا، كشاف الضباب، الهوك الخلفي، ما في اكسسوارات زيادة صراحة. هذه هي صرفية الوقود، كل لتر بنزين 7.9 كيلو، تقييمه سيء جدا، والبنزين 95. هذه السيارة من الداخل، تكاب بالوسط. على فكرة الربع ترى يجي عدة مواصفات من الداخل، يعني أشكال، مراتب متصلة، مراتب منفصلة، مراتب متقابلة إلى آخره، لكن المراتب المتقابلة بسبب نظام الأمن والسلامة فما عاد تيجي بحكم أن الصف الخلفي يعني ما لهم أحزمة أمام، ما لهم شيء، فمثلا يبغى مراتب متقابلة ما له إلا روح تشاليح وركبها، ما عاد تيجي أوبشن. طبعا زجاج كهربائي سنتر لوك، المرايا كهربائية، كشاف الضباب لأنه إضافة من الوكيل، جايزر تحكم في مستوى الإضاءة الخارجية، أنوار السيارة، فورميك التخشيب. صراحة شيء جميل، يعني الوحيد يعني صراحة أن فورميك التخشيب جاي شد مصنع، ما هو شغلهم اللي يجي بالعادة صبغ بعض الموديلات. طيب هذه البطاية الجانبية أطلع عليها بسم الله. عدادات السيارة، طبعا دركسون مكسوب الجلد، الإطارات، التكييف باللون الرصاصي، فورميك التخشيب، هذا الدفلك، مفاتيح ريموت نفس الشكل ما تغيرت من زمان، مسجل. صراحة الشيء العجيب انك اغلب الناس اللي ما عندهم شاشات يحبون المسجل هذا الجديد اللي نزل، ما ادري ايش السبب، مع انه لا سي دي ولا شيء. طبعا في منفذ يو اكس وفي منفذ يو اس بي، جاي فيه فرار، مكيف يدوي، ولا عاد دخانة كرامة مع طفايتها. طبعا هذا تسخين الزجاج، وعندنا هنا نظام تراكشن، تلاحظون حامل اكواب السائق الراكب في زي الجيب على البلاستيك على الابواب. طبعا فئات الديلوكس اعتقد تجي مع حاملات اكواب، هذه الميزه اللي فيها. مرايا الداخليه عديمه هي تعتيم، الشماسات طبعا بدون مرايا للسائق ولا الراكب، تكاب بالوسط فيها مساحه تخزين. طبعا الوالد ابراهيم يجي ثلاجه، السعر وين 190,000 وبدون دفلك بعد، بس يجي ونش يعني. والسوبر ديلوكس زي هذه صراحه انا اشوف السوبر ديلوكس السعودي هو متفوق بحكم الدفلك، لان انا اشوف الدفلك خاصه راعي الربع اهم من الثلاجه، صح هي مهمه والناس تحبها بس انا اشوف هذيك اهم. طيب هذه نور السقف بالوسط فقط زي ما تلاحظون، المثلث يدوي، الطريقة الكلاسيكية القديمة الشعبية بعد زي ما تلاحظون. طيب بالنسبة لمواصفات الأمن والسلامة، عندنا الفرامل الـ ABS ونظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباك للسائق والراكب، وعدد 5 أحزمة أمان، مساكات ما شاء الله، صفوف الخلفية من الجوانب. شوف حتى السائق عنده هنا، ما ادري صراحه يعني بسوق هو ولا بيقعد يتكي ولا ينتظر ينقلب عشان يمسك فيها. فهذه هي ابرز المواصفات المتابعين الكرام. طبعا بشكل سريع اهم ميزه هي طبعا الدفلوك اللي موجود بالسياره، عندك الزجاج كهربائي والتخشيبه اللي جايه شد مصنع، الاشياء اللي ضايفها الوكيل انا شايفها كشافات الضباب، وطبعا الخطوط، واعتقد حامله الاكواب للراكب هذه إضافية من الوكيل، باقي الأشياء شد بلد، تلبيسة الحوض، تلبيسة السبير، بس برضو جميلة يعني، حتى البريمي ترى تلبيسة اللي عندهم إضافية ما يشد مصنع. طبعا متابعين الكرام طولت عليكم، أتمنى تكون عجبتكم السيارة، هذه تويوتا لاند كروزر ربع 2021، وارد شركة عبد اللطيف جميل دوفلوك.